السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. كرحب كل متتبع جديد على نظام القناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. إذا اليوم إن شاء الله غادي نبداو مرحلة ديال فروض، وبالضبط المرحلة الثالثة من فروض المراقبة المستمرة الدورة الثانية المستوى السادس ابتدائي، وبالخصوص مادة النشاط العلمي بالنسبة للمستوى السادس. واليوم غادي يكون نموذج رقم واحد، لانه غادي ندير معكم بزاف ديال النماذج ديال الفروض اللي كيخصوا ماده النشاط العلمي وكذلك المواد الاخرى ان شاء الله. وهذا الفيديو برعايه قناه اليوتيوب الخاصه بتربويات مع الاستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم ومرحبا بكل متتبع كيدعم القناه وكيبغي لها الخير. زيدوا بارطاجيو القناه مع الاصدقاء والصديقات ديالكم، اشتركوا في القناه الا كنتم مازال ما اشتركتوش، وديروا جيم لهذا الفيديو اللي عجبكم باش تدعموني وتدعموا المحتوى الهادف ان شاء الله. اذا عندي 4 ديال الانشطه في هذا الفرض هدايا، 3 ديال الانشطه باللغه العربيه ونشاط واحد باللغه الفرنسيه. غادي نبداو بالنشاط رقم واحد اللي عليه 3.5 ديال النقط. اتمم بما يلي: التوازن، غير احيائيه، المائيه، البريه، الانسان، اختلال، مكونات احيائيه. اذا عندي 1 2 3 4 5 6 7، 7 ديال الكلمات، وعندي 1 2 3 4 5 6 7 و6 ديال الفراغات، يعني كل كلمة غادي تكون في فراغ، ما غاديش تتكرر شي كلمة. إذا يتكون الوسط البيئي من شي حاجة ومكونات تتفاعل فيما بينها ليحدث البيئي. هنايا يتكون الوسط البيئي من ماذا؟ يتكون الوسط البيئي من مكونات إحيائية. إذا غنكتبو مكونات إحيائية، يعني مكونات حية. ومكونات ماذا؟ مكونات غير إحيائية، غير إحيائية. إذا كتكون من مكونات إحيائية، إذا هذا الوسط البيئي كيتكون من مكونات إحيائية حية ومكونات غير إحيائية، يعني تتكون من الكائنات الغير الحية. تتفاعل فيما بينها ليحدث ماذا؟ إذا هنايا هذه المكونات الإحيائية والمكونات غير الإحيائية تتفاعل فيما بينها داخل الوسط البيئي ليحدث ماذا؟ ليحدث من طبيعة الحال يحدث التوازن البيئي، باش يحدث لنا واحد التوازن داخل هذا الوسط البيئي، التوازن البيئي، ليحدث التوازن البيئي. إذا الجملة الأولى: يتكون الوسط البيئي من مكونات إحيائية ومكونات غير إحيائية تتفاعل فيما بينها ليحدث التوازن البيئي. الجملة الثانية: الأوساط البيئية مختلفة منها. الأوساط والأوساط بالنسبة للوسط البيئي بطبيعة الحال كما قريتو في الدرس كاينين أوساط بيئية متعددة وكتختلف، من حيث هنايا أوساط مائية، الأوساط المائية لأنها تكون من ماء، والأوساط البرية أنها يعني غابوية ولا إلى غير ذلك صحراوية. إذن الأوساط البيئية مختلفة منها الأوساط المائية والأوساط البرية. إذن كاين جوج ديال الأصناف ديال الأوساط، مائية وبرية. مزيان، هنايا بقات لنا كلمة واحدة أظن، كلمتين: الإنسان واختلال. إذا شي حاجة التوازن البيئي نتيجة عوامل طبيعية أو نتيجة تدخل شي حد. إذا اختلال التوازن، اختلال التوازن البيئي. إذا التوازن البيئي كيختل، يعني ما كيبقاش واحد ليكيليبر، ما كيبقاش واحد التوازن داخل الوسط البيئي. نتيجة ماذا؟ نتيجة عوامل طبيعية نذكر منها مثلا الفيضانات، الرياح إلى غير ذلك، أو نتيجة تدخل ماذا؟ تدخل الإنسان. ونتيجة تدخل الإنسان، والتدخل ديال الإنسان كيكون عن طريق مثلا الرعي الجائر، غادي يكون مثلا عن طريق قطع الأشجار إلى غير ذلك. إذا مجموعة من السلوكات اللي الإنسان كيأثر بها على الوسط البيئي، وكيحدث هناك اختلال للتوازن البيئي داخل هذا الوسط. إذا كنكونوا كملنا النشاط رقم واحد: يتكون الوسط البيئي من مكونات إحيائية ومكونات غير إحيائية تتفاعل فيما بينها ليحدث التوازن البيئي. الأوساط البيئية مختلفة منها الأوساط المائية والأوساط البرية. اختلال التوازن البيئي نتيجة عوامل طبيعية أو نتيجة تدخل الإنسان. ندوزو للنشاط رقم 2، وبسيط جدا كذلك. إذا أعطي تعريفا موجزا للوسط البيئي. الوسط البيئي هو، إذا هنا في هذا السؤال أو التمرين أو النشاط رقم 2 اللي عليه جوج ديال النقاط، غادي نعرفو شنو هو التعريف ديال الوسط البيئي، ماذا نقصد بالوسط البيئي. إذا الوسط البيئي غادي نعطيكم جوج ديال التعاريف مختلفة. إذا الوسط البيئي هو مكان، هو مكان طبيعي، هو واحد المكان طبيعي تعيش فيه، أو لا نديرو مكان طبيعي، سواء
سواء بري أو بحري، يعني إما بري إما في البر أو لا في البحر أو لا في الماء، يعني تعيش فيه الكائنات الحية، كتعيش فيه كائنات حية. إذن هو مكان طبيعي سواء بري أو بحري تعيش فيه الكائنات الحية. ممكن نعطيه تعريف آخر، الوسط البيئي ومنطقة طبيعية، منطقة طبيعية معينة، مثلا برية كذلك أو مائية، يعني نقصد بها الماء يعني البحر وكذلك الضايع إلى غير ذلك والأنهار. مكونة إذا هذه المنطقة مكونة من ماذا؟ من مكونات إحيائية أو غير إحيائية وأخرى إحيائية ومكونات إحيائية. هذه المكونات الإحيائية والغير إحيائية تعيش وتتغذى وتتكاثر، تعيش وتتغذى وتتكاثر. إذا هذه المكونات الإحيائية كتعيش وكتغذى وكتكاثر فيه، يعني في هذا الوسط. إذا هذا تعريف ثاني وبسيط جدا، فهمنا؟ إذا التعريف الأول هو مكان طبيعي سواء بري أو بحري تعيش فيه الكائنات الحية. وبالنسبة للتعريف الثاني، هو الوسط البيئي هو منطقة طبيعية معينة برية أو مائية مكونة من مكونات غير إحيائية ومكونات إحيائية تعيش وتتغذى وتتكاثر فيه. دوزو لاكتيفيتي 3 اللي هو اون فرونسي، النشاط الثالث اللي هو اون فرونسي. غولي شاك مو على لونسومبل، يعني كل كلمة هنايا غادي نربطوها بهذا الانسومبل هذا. هنايا عندي كومبوزونت نون فيفونت وكومبوزونت فيفونت، مكونات غير إحيائية ومكونات إحيائية. هنا عندي هوميديتي اللي هي الرطوبة، اسكارغو اللي هو الحلزون، لو اللي هو الماء، لابي النحلة، صابل اللي هو الرمل. إذا هاد المكونات هادو غادي نحدو منهم واش هما مكونات إحيائية ولا هما مكونات غير إحيائية. نبداو بالرطوبة. الرطوبة طبيعة الحال هي مكون غير إحيائي، صافي غير إحيائي. دونك ليميديتي هي باغمي لي كومبوزونت نون فيفونت. لاسكارغو اللي هو الحلزون هو كائن حي، إذا كومبوزونت فيفونت. لو الماء هو مكون غير حي، واخا هو وسط حي، نعم فيه تعيش فيه الكائنات الحية. لاباي النحلة هي كائن حي، تالي كومبوزونت فيفونت. صابل كومبوزونت نون فيفونت، كومبوزونت نون فيفونت. وبالتالي لوميديتي ولو وصابل سو سون دي كومبوزونت نون فيفونت، لاسكارغو اي لاباي سو سون دي كومبوزونت فيفونت. ندوزو لاخر نشاط اللي هو النشاط الرابع، اللي هو نشاط باللغة العربية وكيخص صحيح او خطأ. اذا اجب بصحيح او خطأ. انا عندي 4 ديال العبارات، كل عبارة غادي نحدد واش هي صحيحة ولا خطأ. اذا كانت العبارة صحيحة ساكتب صحيح، واذا كانت العبارة خاطئة ساكتب خطأ من طبيعة الحال. اذا الافتراس هي العلاقة الغذائية الاكثر انتشارا في الوسط البيئي. مزيان، اذا هاد العلاقة ديال الافتراس واش هي بصح الاكثر انتشارا في الوسط البيئي؟ نعم هي العلاقة الاكثر انتشارا في الوسط البيئي، حيث انه قلنا في واحد الوسط البيئي كاينين بزاف ديال العلاقات الغذائية، كاين الافتراس وكاين التطفل كاين التعاون وكذلك التنافس. اذا من بين العلاقات اللي كاينة بزاف في الوسط البيئي هي علاقة الافتراس، لانها تخلص الوسط البيئي من الافراد الضعيفة وكذلك المريضة. اذا صحيح هنا، صحيح. يحدث الاختلال في توازن الوسط البيئي نتيجة قطع الأشجار والصيد الجائع. بماذا يحدث الاختلال في توازن الوسط البيئي؟ بطبيعة الحال قطع الأشجار والصيد الجائع هي سلوكات لتدخل الإنسان. وقلنا في السؤال أو النشاط رقم 1 اللي كنا كنعمروا الفراغات، قلنا بأن اختلال التوازن البيئي نتيجة عوامل طبيعية بحال الفيضانات بحال الرياح بحال الحرائق إلى غير ذلك، كتساهم في اختلال التوازن البيئي، وكذلك نتيجة تدخل الإنسان. التدخل ديال الإنسان هنايا هو قطع الأشجار والصيد الجائر الذي سيؤثر سلبا على الوسط البيئي. إذن هنايا عبارة صحيح. صحيح. المكونات غير الإحيائية لا دور لها داخل الوسط البيئي، عبارة خاطئة. نقول نديرو خطأ، لأن المكونات غير الإحيائية لها دور داخل الوسط البيئي بالموازاة مع المكونات الإحيائية، لأنه المكونات الإحيائية كتحتاج ديك المكونات غير الإحيائية لكي تعيش وتتغذى وتتكاثر. العبارة الأخيرة، التطفل هو علاقة استفادة كائن على حساب كائن آخر، وهي عبارة صحيحة،
إلا رجعنا للدرس غادي نلقاو التطفل هي واحد العلاقة ديال منفعة ديال ماشي ديال الطرفين، ديال طرف وتضرر طرف آخر، مفهوم؟ إذن التطفل هو علاقة استفادة كائن على حساب كائن آخر. وحظا موفقا للجميع، زيدوا دعموا قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.